عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم صديقاتي. إن شاء الله بهذا الشرح راح نتطرق لكيفية استخدام الدوار. الدوار هي ميزة راح تكون موجودة تلقائيا وإجباريا في حال أنه تم تشغيل الفويس أوفر على جهاز الآيفون، وحقيقة هي كنز موجود بالآيفون لأن هي اختصار رائع لكثير من التطبيق من الإعدادات عفوا، راح تكون موجودة ويانا على الشاشة وين ما كنا بالآيفون. شلون نستخدم الدوار؟ الدوار فكرته أنه نستخدم أصبعين، أصبع يكون ثابت وأصبع يكون متحرك. أنتوا تختارون أي أصبعين، يعني أكو قسم يختارون السبابة والإبهام، وأكو اللي يستخدمون الوسطى والسبابة. أنا أستخدم الوسطى والسبابة، فنثبت الوسطى على الشاشة والسبابة راح يكون متحرك، ولكن بنفس اللحظة راح نثبت هذا ونسحب بهذا نفس اللحظة اثنيناتهم سوا. بمجرد ما أنه أنا أسحب على الشاشة بأصبع السبابة راح يقول لي أي فقرة أنا موجودة بها بالدوار عفوا، فمباشرة أرفع أصابع اثنيناتهم، ماشي بهالطريقة هذه. عناوين، هاي قال لي عناوين، أنا رفعت أصبعي أخليهم سوا على الشاشة، الوسطى ثابت والسبابة مباشرة أسحب إلى الأسفل أو إلى الأعلى حسب أني إذا أتقدم أو أرجع بي، ماشي تقريب شبه يعني ربع دائرة خلينا نقول. أوكي أسحب بعد مثلا اللغة، بأسحب بعد الأصوات بهالطريقة. بالبداية راح تحسوا شيء غريب أو شيء صعب، ولكن إن شاء الله بالتدريب واستخدامه دائما راح تشوفون أنه هو يصير شيء سهل وانسيابي أصلا بإيدكم، وحتى يمكن ما تركزون أنتوا جالسون. فهذه فكرة شلون أنه إحنا نستخدم الدوار. ولكن عندنا الفقرات اللي موجودة بالدوار، أكو قسم من عندنا راح نحتاج قسم منها وقسم من عندنا ما يحتاجوها، فإحنا مخيرين شنو اللي نخليه بالدوار وشنو الأشياء اللي نشيلها من الدوار اللي ما نريدها. أوكي يبقى حسب استخدام الشخص للفقرات الموجودة. شلون نقدر نحدد ما نريده ونلغي ما لا نريده بالدوار؟ نروح على الإعدادات، الإعدادات العامة مع الجهاز، ندخل عليها الإعدادات نصفح بحث حقل البحث. بالمناسبة هسه هذا المكان اللي راح أروح له بالدوار هذا على الإصدار 12 وما قبله من الإصدارات، أما الإصدار 13 فراح يكون مكانه مختلف. نمط واي فاي بلوتوث خلود نقطة فيب الإشعاع الأصوات عدم مدة عام عام ندخل على عام تم الوقت الإعدادات عام حول تحديث اير دروب هاند اوف زر الشاشة الرئيب إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة زر تم الوقت عام زر الرجوع نسحب إمكانية الرؤية عود فوي سوفر مشغل زر ندخل على فويس أوفر إمكانية الوصول فويسو ينتب قم اضغط قم بالممثل سرعة الطريق صوتي دوار زر هنا ندخل على دوار فويسوفر زر الرجوع دوار عنوان دوار عنوان. هنا عندي قائمة من الفقرات الخاصة بالدوار، الفقرة اللي يقول لي عليها تم الاختيار معناها موجودة بالدوار، الفقرة اللي ما يقول لي عليها تم الاختيار معناها ما موجودة. فإحنا الشيء اللي نريده ننقر عليه نقرتين راح يقول لنا تم الاختيار، وإذا شيء إحنا ما نريده وموجود عليه تم الاختيار أيضا ننقر نقرتين راح يرفع هذا الاختيار من عنده. ماشي خلنا نصفح تم الاختيار سرعة الكلام مثلا عندنا سرعة الإجراءات متوفرة وقال لي الإجراءات متوفرة. أول شيء خل أقولكم شنو هذه الإجراءات المتوفرة، إنه إحنا نسحب تحريك لأعلى أعلى على الأسفل راح يقول لي تحريك لأعلى، إذا أنقر نقرتين على هذا العنصر راح يصير مكانه فوق العنصر اللي قبله. أسحب بعد بالإجراءات تحريك لأسفل، تحريك لأسفل إذا أنقر عليه نقرتين راح يكون أسفل العنصر اللي جوه. أوكي أسحب بعد تنشيط الراضي زين، ومن أسحب بعد من اليمين لليسار إعادة ترتيب سرعة الكلام هذه نفس الفكرة ولكن أنه أنا أنقر نقرتين الأولى عادية والثانية مطولة وأظل أسحب لفوق أو لجوة أغير مكانهن. إذا غيرنا مكانهن هنا بهذه القائمة راح يتغير مكانهن أثناء تجولنا بالدوار لما نفر بالدوار على الشاشة. ماشي هسه نجي تم الاختيار سرعة الكلام الميزة اللي موجودة بكل فقرة من هاي الفقرات. سرعة الكلام طبعا هو خاص بسرعة كلام الناطق، يعني لما أفر بالدوار سرعة الكلام يقول لي سرعة الكلام، أسحب من الأسفل إلى الأعلى راح يزود لي سرعة الكلام 5 درجات 65% أسحب بعد 70% أسحب بعد 75% 80% 85% 90% جاي تلاحظون أنه السرعة تزداد مال الناطق. إذا تحبون أنه يكون بطيء
فنسحب من الأعلى إلى الأسفل 80%، 75%، 70%، 65%، 60%. ونوصل للدرجة اللي إحنا نريدها، ماشي؟ يعني هذا الشيء يفيدنا خصوصا بالنسبة إحنا اللي نستخدم السرعة مثلا 80 أو 90، فواصلة مثل مكان أريد أنه عندي مقالة أريد أن أقراها أو رسالة أريد أن أقراها أفهمها، يعني أنه أحيانا الناطق خصوصا إذا الكتابة عامية، الكتابة يعني عامية، فما راح يكون واضح إلا أنه إحنا نبطئ السرعة قليلا. فهذه راح تكون نسحب بعد هاي راح تكون بالنسبة لسرعة الكلام. نسحب بعد نشوف شنو إعادة ترتيب. تم الاختيار مستوى الصوت. مستوى الصوت أيضا مستوى صوت الناطق، فقط الناطق وليس كل الأصوات اللي موجودة بالآيفون، أوكي؟ أيضا نفس الفكرة، نفر بالدوار سرعة الكلام مستوى الصوت، يقول لي مستوى الصوت، كل ما أسحب بأصبعي من الأسفل إلى الأعلى راح يزود مستوى صوت الناطق 5 درجات 5 درجات، 15%، 20%، 25%. الصوت ارتفع، نسحب من الأعلى إلى الأسفل 15%. أنصحكم أن تخلوه أكثر الأحيان على 10%، لأن إذا نزلنا على 5% هو زين، ولكن إذا إحنا جينا نستخدم التليفون وكان الدوار على مستوى الصوت وسحبنا من الأعلى للأسفل راح يروح، يعني راح أسحب هسا خلص ماكو صوت بعد، فممكن أنه تتوقعون أو تتخيلون أنه الناطق سكت يعني أو صارت مشكلة. 5% 10% خلي على 10 10 زين، أوكي؟ إعادة تم الاختيار أحرف. الأحرف هو تم الاختيار كلمات. الكلمات هو إعادة تم الاختيار أسطر. الأسطر أحرف وكلمات وأسطر، طبعا أنا يعني أنصح يعني اختيارهن لأنهن جدا مهمات. الأحرف تخلينا أنه إحنا نتصفح الكلمة اللي إحنا متوقفين عليها حرف حرف، يعني خل أفر الدوار سرعة مستوى الصوت أحرف، هذه أحرف، أسحب من الأعلى على الأسفل همزة فوق الألف قرأ لي حرف، أسحب بعد سين، أسحب بعد راء، وهكذا. هاي تفيدنا أيضا بالكلمات العامية وتفيدنا بالكلمات الإنجليزية إذا أردنا نعرف شنو حروفها أيضا تفيد. الكلمات مثلا كلمات أسحب من الأسفل إلى الأعلى رجعني للكلمة اللي قبلها أسطر. أسطر أسحب من الأعلى للأسفل أسطر. أسطر يقرأ ليها هذا الصوت، صوت الجدار أنه إحنا خلصنا الكلمات اللي موجودة. والأسطر اللي هي أنه إحنا إذا واقفين على مقالة أو كذا بها أسطر، نسحب أيضا نفر الدوار على الأسطر ونسحب من الأعلى للأسفل فراح يقرأ ليها سطر سطر، ماشي؟ تم الاختيار تحديد النص. تحديد النص هذا دائما يعني مو دائما عفوا يظهر، وانما يظهر اذا كنا واقفين على صفحه او تطبيق او سفاري مثلا موجود بمقاله او قصيده او اي يعني مثلا شيء من هذا يعني ما شابه هذا الشيء على شكل مقاطع، نريد نسخن من مكان الى مكان اخر فنستخدم تحديد النص، يعني اللي هو النسخ المتعدد. ان شاء الله راح يجيكم شرح عليه وتشوفون طريقته كلش مفيدة وحلوة، فحلو إذا نختاره ونخليه بالدوار. إعادة تملص الصوت. تملص الصوت أنا لاغي اختياره لأن هو يتحكم بمستوى صوت مثلا مقاطع الفيديو اللي نشغلها ويا الناطق، فممكن أنه يكون صوت الفيديو أعلى من صوت الناطق وهذا الشيء راح يضيع علي أنا وين يعني مثلا، فأني لاغي الاختيار. إعادة تم الاختيار الأصوات. الأصوات هاي أصوات، هذه أصوات الطقطقة اللي تجي ويا الناطق يعني، أوكي؟ هل أوقف التكلم؟ إيقاف التكلم هذه سمعون؟ هذه الأصوات اللي تجي ويا الناطق، ممكن أنه إحنا أحياناً التكلم قيد إذا كان هدوء جداً فتسبب مثل الإزعاج، ممكن إحنا نوقف الأصوات أو نشغلها حسب أنتو اختياركم والشي اللي ترتاحوا له. إعادة علامات الترقيم. علامات الترقيم أنصح بإيقافها يعني أو إلغاء اختيارها من الدوار، هي متعلقة بالساعة وما إلى ذلك من الأرقام يعني. إعادة ترتيب التلميحات. التلميحات هذه للمبتدئين جدا جدا يعني، لأن أي شيء راح تلمسوه بالشاشة راح يعطيكم نبذة عنه، حقيقة يعني راح يكون شوية مزعج بالنسبة للي متمرسين على استخدام الآيفون. تم الاختيار اللغة معتم. اللغة شوفوا يقول معتم، يعني هذا مختار إجباريا، يعني لو لغينا كل شيء بالدوار راح تبقى اللغة موجودة، أوكي؟ اللغة حاليا بالإصدار الـ12 تحرير عناوين اللغة، هذه اللغة راح تكون موجودة مثل ما قلنا افتراضيا، يكون بها الافتراضي اللغة الافتراضية العربية المملكة العربية السعودية، الجهاز الافتراضي، إذا أسحب بعد راح تكون English US اللغة الثانية
اللي احنا نستخدمها، انا مستخدمة الانجليزية الامريكية. بالاصدار ال 12 مثل ما قلت لكم حطوا كل وحدة من عندهم لها سرعة الكلام الخاصة بها، ولكن هي نفس المكان مع سرعة الكلام اللي بالدوار. يعني هسه انا من اسحبت English US، قال لي English US. هسه انا مثلا اريد اسرع الناطق الانجليزي، فشو اسوي؟ اسحب بالدوار، عناوين، تحرير، الاجراءات، سرعة الكلام. سرعة الكلام من أسحب من الأعلى للأسفل يبطئ لي سرعة الناطق الإنجليزي. أنا سأسحبت طبعا، بس فقط بالناطق الإنجليزي ما يقرأ لي الدرجات إيش قد مع السرعة. أوكي، فمن أسحب بعد التحرير، عناوين، أرجع على اللغة، اللغة، اللغة الافتراضية English US. شوفوا صار شوية أبطأ الصوت مالته. اللغة الافتراضية يعني العربية المملكة العربية السعودية. لطيف إنه إحنا نخلي لكل ناطق سرعته من خلال الدوار. إعادة شاشة إدخال برايل، هذا اللي يستخدمون برايل. إعادة الخط اليدوي، الخط اليدوي. إعادة ترتيب الخط، حاويات، حاويات هذه ممكن تكون بالسفاري. تم الاختيار عناوين، العناوين لطيفة أنه إحنا إذا كنا بمكان بمجموعة عناوين، فأنا أريد أروح للعناوين فقط من دون ما أدخل على التفاصيل، أفر الدوار يوديني على من يقولي على العناوين، يعني أسحب الدور من الأعلى للأسفل بأصبع واحد فيمشيني على العناوين فقط. إعادة تم الاختيار روابط، الروابط أيضا هذه إذا كنا بصفحة مثل على السفاري أو مكان بروابط فقط، فروابط عفوا وأشياء أخرى، فأنا أريد يمشيني فقط على الروابط، نفس فكرة العناوين تماما. إعادة عناصر تحكم النموذج، هذه أنا إعادة جداول، الجداول إذا كان إذا كنا في صفحة بها جداول، قوائم، قوائم، إعادة المعالم، والمعالم ذني أكثر شيء نلقاهن بالسفاري، أنا ذني كلهن لاغي الاختيار مثل ما تشوفون. إعادة المقالات، إعادة روابط تمت زيادة، إعادة روابط لم يتم، إعادة أزرار، الأزرار هذه إذا نختارها راح يمشيني فقط على الأزرار اللي موجودة بالشاشة. إعادة ترتيب حقل النص، حقل النص أنه بأي مكان إحنا بالتليفون راح يفتح لنا حقل النص، وكذلك بالنسبة حقل البحث، حقل البحث. إعادة صور، والصور إذا كان إذا كنا في مكان في بصور وأشياء أخرى إحنا نريد الناطق يتنقل لنا فقط بين الصور، فنختار الصور ونتصفح من الأعلى للأسفل بالإجراءات يمشيني فقط على الصور. نص ثابت، إعادة تكبير، بعض الأشياء موجودة ليست فقط للمكفوفين وإنما لضعاف البصر. ماشي، إعادة نفس العنصر، إعادة تنقل عمودي، إعادة تنقل عمودي أنه أنا بدل ما أصفح من اليمنى لليسرى أصفح من الأعلى للأسفل. إعادة تم الاختيار نمط الكتابة، نمط الكتابة هذا رح يظهر فقط إذا كنا فاتحين حقل النص ولامسين آخر شيء حقل النص، رح يظهر نمط الكتابة بالدوار. أوكي، إن شاء الله بالكتابة رح نتطرق له. إعادة ترتيب اتجاه الإيماءة، اتجاه الإيماءة إذا كان الجهاز بالعربي يجي تلقائياً الإيماءة من اليمنى لليسرى، فإذا أنا مثلاً متعودة من اليسرى لليمنى فأحاول الإيماءة من اليسرى لليمنى. أوكي، إعادة ترتيب وجهة الصوت، وجهة الصوت إعادة ترتيب وجهة الصوت، أحول وجهة الصوت قابلاً للتحريك للأعلى أو للأسفل أو للأسفل أو للأعلى وما إلى ذلك. هذا كل ما يتعلق مسجل الصوت تقريباً بالدوار مسجل. إن شاء الله يكون كل شيء واضح، وأرجع أقول لكم الشيء اللي تريدوه تختاروا، واللي ما تريدوا تلغون اختياره حتى لا تكون جولتنا بالدوار جولة طويلة. ماشي، إن شاء الله BTN pause large. اللي عنده أي سؤال سبعة يكون العاشرة وعشرة دقائق BTN stop large.